صباحا نحو مديرية جبل حبشي، ومن اسمها فهي تتكون من جبال ملتفة حول بعضها لتكون جبلا واحدا يستوطنه 120 ألف نسمة بحسب إحصاء 2004 ميلادية. ويتوسط الجبل المديرية مديرية صبر الموادم والمصراخ والمعافر ومقبنة والتعزية، وللجبل عدة طرق تصل إليه من اتجاهاته الأربعة لخدمة 13 عزلة مقسمة لأكثر من 100 قرية. عملت الميليشيات على حصار أغلبها، مما اضطر السكان لحمل مؤنهم على رؤوسهم، ومما جعل السلطات المحلية والجيش الوطني يعملون على شق طريق على حواف الجبال لا يسير فيها إلا السائق الماهر، ويشعر الراكب بالوحشة من طريق لا تسع غير إطارات السيارة، ولا مجال هنا لالتقاء سيارتين وإلا كانت الكارثة. فالميليشيات أغلقت الطرق الواصلة إلى بلاد الوافي، فتحاصر السكان وواصلوا نضالهم، ولا زالوا يعملون على شق الطرق وإصلاحها وإن كانت للسير على الأقدام. كما ترون مناطق عراب إلى طرقات، يحملون ذخيرتهم، يحملون غذاءهم وماءهم، يحملونها على ظهورهم. في قمم هذه الجبال أبطال أشداء، لديهم صلابة، قوة، إرادة، لا ينتظرون حتى تشق الطريق ليسيرون عليها، بل يصنعون الطرق بأيديهم ويسيرون سيرا على الأقدام ليحققوا هدفهم البعيد الذي يعرفونه تمام المعرفة وبه يؤمنون. ولم يسبق لأبناء المنطقة أن سلكوا هذه الطرق وساروا عليها إلا عندما أتت الميليشيات، حتى أصبحت سالكة للسير وإيصال كل المؤن والعتاد على ظهور الرجال إلى كل جبل ومترس. فهمة الرجال لا تسير على الجبال فقط، بل وتخضعها أيضا وتثبتها من ثبات الرجال عليها. طرق السيارات وطرق السير على الأقدام صعبة جدا، ولا يمكن أن يسلكها أو يسير فيها إلا رجال أولو بأس وعزيمة عالية، وهم رجال جبل حبشي المنتشرين في كل هذه الجبال العالية لحمايتها والدفاع عنها من الميليشيات. محمد يوسف لقناة سهيل، مديرية جبل حبشي، تعز.